احنا لسه عايزين نتكلم طبعا معاك عن جزئية مهمة جدا، وهي التعاون مع المؤسسات الرسمية للدولة، وفي نفس الوقت زيادة عدد الجمعيات الخيرية اللي ممكن تدخل ضمن التحالف. ازاي هيتم التعاون معاها؟ لكن عايزين نتكلم اكتر عن القانون اللي صدق عليه فخامة الرئيس بالامس. معانا على التليفون الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية. دكتور طلعت صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى ضيوفك وعلى ضيوفك العزيز الاستاذ مصطفى والاستاذ العزيز. يا اهلا بيك يا فندم. في البداية عايزين نعرف من حضرتك أهمية هذا القانون، قانون التحالف. وطبعا أهمية قانون التحالف، يمكن التحالف يعني أما تم توقيع ميثاق تعاون بين 24 جمعية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، واشتغلوا على أرض الواقع لمدة سنة أو أكثر من سنة، واستطاعوا أن هم يعني ينفقوا أكثر من 12 مليار جنيه للأسر الأكثر احتياجا في صور مختلفة، صور غذائية، صحية، تعليمية وغيرها. وبعد ما طبعا التحالف اصبح كيان موجود والمواطنين كلهم حسوا بيه، اصبح من الاهميه والمكان ان يقنن وضع التحالف. فمن هنا جاء يعني النائب طارق رضوان واكثر من 60 عضو من البرلمان قدموا مشروع قانون تحت عنوان التحالف الوطني العمل الاهلي التنموي. ويمكن احنا شاركنا كلنا في صياغه مشروع قانون، والقانون يمكن له اهداف محدده او اهداف ثانيه، انه التحالف كيان له شخصيه اعتباريه، يعني له استقلاليه ماليه وفنيه واداريه، وانه يعني بياخد رعايه وعنايه من فخامه رئيس الجمهوريه، وان التحالف ده بيبقى ده هدفه ان احنا بنعمق فكره التطوع، بنساعد في المشروعات التنمويه، المشروعات الخدميه، ايضا المؤتمرات التوعويه، تغيير المفاهيم. يعني فكر مستنير التحالف، الانضمام دي بيبقى اختياري، وايضا الانسحاب منه اختياري لاي جمعيه او مؤسسه او شخصيه طبيعيه او شخصيه اعتباريه خاصه او شخصيه اعتباريه عامه. موارد التحالف ايضا من يعني اشتراكات اعضاء وتبرعات وما تخصصه الدوله من جزء من ميزانياتها. التحالف ايضا بياخد مزايا لا تقل مزايا عن اي جمعيه او مؤسسه اهليه. التحالف بيبقى بيظهر باسلوب ديمقراطي، بيبقى له مجلس امناء، الاول في لجنه هتشكلها فخامه الرئيس، لجنه مؤقته بتبدا تتلقى طلبات الراغبين في الانضمام لقضيه التحالف وتشكل جمعيه عامه. الجمعيه العامه دي تنتخب مجلس امناء بيبقى 21 عضو من تقديم اربعه يعينهم رئيس الجمهوريه، رئيس ونائب رئيس وامين صندوق. التحالف فيه امانه فنيه. التحالف طبعا ده اصبح النهارده كيان موجود وكيان قوي، فتخطيط وضعه تؤدي غايه في الاهميه، لان التحالف طبعا له ايرادات وله مصروفات، وكان لابد ان يكون له حسابات في البنوك، وكان لابد ان يكون له وضع قانوني. التحالف طبعا يمكن النهارده وصل عدد من الاعضاء اللي هم بيعملوا من خلاله 34 جمعيه ومؤسسه اهليه مع الاتحاد العام للجمعيات الشهريه. طبعا هناك يعني التحالف ممكن يكون له فروع في اي محافظه من محافظات المناطق، بل اكثر من ذلك، وده كان اقتراح مننا، ان ممكن يكون يمتد نشاطه خارج مصر من خلال اماكن خارج المملكه العربيه، سواء دول افريقيه او عربيه وغيرها، وده بيكون بموافقه رئيس الجمهوريه بناء على عرض رئيس مجلس الامناء. يعني التحالف النهارده كيان قوي جدا، وكيان بقى موجود في الشارع، واصبح في امس الحاجه الدوله دي. وطبعا ده زي ما اتقال وكنت متابع حضراتكم مع الاخ مصطفى، في تنسيق وفي تعاون وفي تكامل. يعني التحالف يمتاز انه في كل الاطياف المجتمع المدني بخبراتها بتخصصاتها، يعني والكل بيعمل من خلال منظومه واحده. يعني التحالف ان شاء الله هيكون، وهو طبعا في الفتره اللي التحالف ظهر فيها وهي الازمات اللي الدوله تمر بيها التحالف كان له يعني دور محترم جدا في اكثر من مبادره زي البدر الازرع، ايضا يعني اتش اللي هو التحالف ايضا له يعني اكد على مفهوم جديد وهو مفهوم متطوع. النهارده في اكثر من 1000 متطوع من الشباب من المسلمين، ودي برضه اعلانات نيده. يعني انا بقول فعلا يعني قامت رئيس بالامس على قانون التحالف، لا دي هتعمل نقله كبيره جدا، والعمل الاهلي والعمل الاجتماعي هيشهد طفره غير مسبوقه. وزي ما قلت دلوقتي مش مختلف المتغيرات ناخد، ولكن الامر هيبقى اكبر بشكل كبير، هيبقى موضوع التنميه، حتى
تعالوا نقدم 600,000 اسره لبرنامج كفاف الكرامه بتكلفه اكثر من 2.2 مليار جنيه. كل دي انجازات تمت على ارض الواقع. التحالف يعني ما بقاش يعني هو اصبح بقى مطلب موجود وتقنين وضعه بقى شيء محترم جدا وتصديق خط الرئيس ده حاجه جيده جدا وده امتداد لدعم الرئيس للمجتمع المدني بدءا من وقوفه مع الجمعيات الاهليه في تعديل قانون 70/2017 واطلاق عام 2020 عام منظمات المجتمع المدني. كل دي طبعا انجازات والمجتمع المدني شريك مهم جدا. طبعا كل شكر ليك الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، شكرا جزيلا لحضرتك.